البداية من إعلان الرئاسة التركية أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان اليوم في اسطنبول اتفاقا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تصدير الحبوب الأوكرانية. وقد رحبت واشنطن بالاتفاق المرتقب محملة موسكو مسؤولية تنفيذه. من جانبها قالت وسائل إعلام روسية أن موسكو أعلنت فتح ممرين إنسانيين لحركة السفن في البحر الأسود وبحر أزوف. أخيرا أثمرت جهود أنقرة المكثفة لاحتواء أزمة غذاء عالمية محتملة. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا مرتقبا حول تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية بمشاركة تركية ورعاية أممية. الولايات المتحدة رحبت بهذا الاتفاق، لكنها حذرت روسيا من التلكؤ في تنفيذه. نرحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن ما يهمنا الآن هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الأوكرانية ببلوغ الأسواق العالمية. بالنسبة للروس، يهدف هذا الاتفاق إلى تخفيف قيودنا على تصدير الحبوب والأسمدة، لا سيما في ظل عقوبات دولية فرضت على موسكو بعد حربها على أوكرانيا. وقد قدمت واشنطن بالفعل وعودا لضمان تحقيق هذا الهدف كما يقول مسؤولون. أما للأوكرانيين فإن الهدف هو إعادة استخدام البحر الأسود لنقل القمح الأوكراني عبر ممرات مؤمنة ووقف إطلاق النار في مناطق العبور. للأمم المتحدة عين المراقب في ذلك، وربما يستحدث مركز تنسيق في إسطنبول بمشاركة خبراء أمميين مختصين في الملاحة البحرية، يقول دبلوماسيون. تحمل مسودة الاتفاق ضمانات أخرى للدول الأوروبية، إذ يرجح أن ينص الاتفاق على عمليات تفتيش تقوم بها تركيا لضمان عدم نقل أسلحة على متن السفن التي ستبحر إلى أوديسا لشحن الحبوب. أتت الحرب الروسية على أوكرانيا وعطلت اقتصادها، وهي التي تعد سلة خبز أوروبا ودول أخرى في العالم، كما أثرت العقوبات الدولية على صادرات الحبوب الروسية، وهو ما فاقم أزمة الغذاء العالمي وهدد بكارثة انعدام الأمن الغذائي ودفع بقادة العالم للبحث عن حلول لهذه الأزمة. انضم إلينا من اسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أحمد، أهلا بك معنا. وفق التفاصيل المتوفرة إلى غاية الآن، ما هي الآليات التي سيتم وفقها البدء بعمليات تصدير الحبوب، ووفق أي جدول زمني؟ أمل، اليوم اعتبارا سيكون هناك توقيع للعقد أو للاتفاقية بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل البدء بتنفيذ الآلية أو الاتفاق الأممي، وهو نقل الحبوب الأوكرانية من الموانئ الأوكرانية برعاية أممية وكذلك بمراقبة الجانب التركي. ستشارك السفن العسكرية التركية من أجل فتح ممر آمن لتلك السفن. سيتم نقل الحبوب إلى الموانئ التركية، ومن الموانئ التركية سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. سيكون هنا في إسطنبول أيضا مركز للتنسيق، سيشارك في هذا المركز الجانب إلى جانب الطرف التركي سيكون هناك أطراف من الجانب الروسي وكذلك من الأوكراني، إضافة إلى هيئة أممية. سيكون أيضا في عرض البحر هناك أيضا نقطة عسكرية ربما لمراقبة وتفتيش السفن الخارجة من الموانئ الأوكرانية والعائدة أيضا إلى الموانئ الأوكرانية لضمان عدم وجود أي أسلحة تنقل إلى الجانب الأوكراني. هذا ربما اليوم الاتفاق هو ربما نتيجة مشاركة الرئيس التركي في زيارته إلى طهران بعد لقائه الرئيس الروسي. كان قد تحدث بأن اللقاء كان إيجابي وأن الجانب الروسي متجاوب بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع التركي في 13 من هذا الشهر حينما كان هنا اللقاء بين الجانبين الروسي والأوكراني، كانت هناك هيئات عسكرية. أيضا تحدث وزير الدفاع التركي وقال بأن الجانب الروسي يبدي إيجابية كبيرة في التعامل في للوصول إلى اتفاق والوصول إلى نتيجة من أجل التوافق حول نقل الحبوب، وهذه النتيجة اليوم سيتم التوقيع عليها. لكن ما هو جدول الزمني لنقل الحبوب؟ حتى الآن لم يعلن عنه بشكل رسمي. ربما بعد التوقيع، بعد حصول المراسم على التوقيع، ربما سيتحدث الرئيس التركي عن جدول زمني لنقل الحبوب وإخراجها من الموانئ الأوكرانية إلى الموانئ التركية ثم تصديرها إلى الأسواق العالمية. تطلعنا على تفاصيل ذلك أحمد غنام مراسل العربي من اسطنبول.